نشرة الأخبار على قناة يمن شباب الفضائية نبدأها بالعناوين. بتكليف من الرئيس هادي قيادات عسكرية عليا من المنطقة الرابعة تزور معسكرة في عدن للاطلاع على جاهزيتها القتالية. غارات للتحالف العربي على مواقع للميليشيا الانقلابية في صعدة الجوف مأرب والفرق الهندسية تواصل نزع الألغام في ميدي. تدشين العمل بفرع مصلحة الهجرة والجوازات في تعز بعد توقفه لعامين. أهلا بكم. بدأ نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية عبد الملك المخلاف اليوم بزيارته إلى الهند، يجري خلالها مباحثات مع وزيرة الشؤون الخارجية الهندية سوشما سوراج وعدد من المسؤولين في الحكومة الهندية تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات. ومن المقرر أن تشمل أجندة الزيارة بحث الأوضاع في اليمن والمنطقة وسبل تعزيز ودعم الشرعية والسلام وفقا للمرجعيات المتفق عليها ودعم جهود الأمم المتحدة من أجل السلام. وقالت وكالة السبع اليمنية رسمية إن وزير الخارجية سيبحث خلال زيارته عددا من القضايا المشتركة، ومنها استكمال عمل محطة مأرب الغازية الثانية التي تتولى إنجازها الشركة الهندية BHEL. شرعت قيادة عسكرية وزارة الدفاع والمنطقة العسكرية الرابعة في تنفيذ زيارات ميدانية لعدد من المعسكرات في عدن كرست للاطلاع على الجاهزية القتالية ومعنوياتها أو معنويات عناصرها. وشملت الزيارات التي قام بها كل من ناصر برويس رئيس هيئة العمليات الحربية بوزارة الدفاع واللواء الركن فضل حسن قائد المنطقة العسكرية الرابعة قائد اللواء الثاني مشام معسكرات الجيش في منطقة صلاح الدين غربي العاصمة المؤقتة عدن ومعسكر الصولبان. وترأس قائد المنطقة العسكرية الرابعة اجتماعا لعدد من مسؤولي الدوائر في وزارة الدفاع ومدراء الشعب في المنطقة كرست لمناقشة ملفات مهمة تتعلق بالشأن العسكري. وتسعى قيادة المنطقة العسكرية الرابعة لإنجازها وفقا لتوجيهات رئيس الجمهورية. لقي العشرات من الانقلابيين مصرعهم، بينهم قيادي حوثي في معارك على الحدود مع السعودية، فيما استهدف الطيران مواقع للانقلابيين في باقم ومنطقة البقعة التابعة لمديرية كتاف بصعدة. وأكدت مصادر ميدانية مقتل القيادي في الميليشيا الانقلابية حمزة المداني، وهو قائد جبهة علب التابعة لمديرية باقم شمالية صعدة والواقعة قبالة ظهران الجنوبية السعودية. هذا وساعدت موجة الغبار الموسمية التي تجتاح عددا من المحافظات، ساعدت جنود الجيش الوطني بالمنطقة العسكرية الخامسة في ميدي وحرض على القيام بتفكيك عشرات العبوات والألغام بمأمن من عمليات القنص. تفك الفرق الهندسية لنزع وتفكيك الألغام التابعة للمنطقة العسكرية الخامسة تمارس عملها بشكل مستمر في جبهتي حرض وميدي شمال محافظة حجة. عشرات الآلاف من الألغام المختلفة الأحجام والأغراض زرعتها الميليشيا الانقلابية التي تتفنن في هذا الجانب في جبهتي حرض وميدي لإعاقة تقدم قوات الجيش الوطني. وبحسب مصادر تابعة لهذه الفرق الهندسية أن نحو 6000 لغم تم تفكيكها ومن ثم إتلافها في 6 عمليات تفجير لهذه الألغام في جبهة ميدي الساحلية، كان آخرها عملية تفجير 1500 لغم عبوة ناسفة تمت الأسبوع الماضي. وفي هذا الصدد قامت الفرق الهندسية التابعة للواء قوات الأمن الخاصة المرابط في جبهة ميدي بانتزاع وتفكيك عشرات الألغام من المواقع التي حررتها قوات الجيش وزرعتها الميليشيا قبل فرارها من تلك المواقع. تستقل الفرق الهندسية التضاريس الصحراوية المغبرة خوفا من رؤية القناصين التابعين للميليشيا ومن تقع بأيديهم ريموت أزرار العبوات الناسفة التي تفجر عن بعد لتفكيك عشرات الحقول من الألغام التي زرعتها الميليشيا قبل فرارها من تلك المواقع التي خسرتها. طبعا نغتنم هذا الجو الغبار، وهذه المنطقة هي شبه آمن، ونغتنم هذا الغبار علشان ننزع الألغام علشان العدو ما يشوفناش. وقمنا بنزع هذه الألغام، طبعا هذا عبوات وهذا عبوات برضو، هذا صنع محلي وهذا اللغم فردي
هذا اللوم فرجي وهذا الشعر تبع اللوم الفرجي، قمنا بنزعه ولم يحصل اي اخطاء. وهذا اللوم الثاني ضد العربات والمدرعات والاطقم، قمنا بنزعها ولم يحصل اي اخطاء. وباقي الغام في النسخ الاماميه سوف ننزعها ان شاء الله. سعد القاعدي لقناه يمن شباب ميدي. في الجوف تتواصل المعارك العنيفه بين قوات الجيش الوطني من جهه والميليشيا الانقلابية في جبهة حام بمديرية المتون. وقالت مصادر عسكرية إن قتلى وجرحى من الانقلابيين بينهم قيادات سقطوا في مواجهات وغارات للطيران استهدفت تعزيزات للميليشيا كانت في طريقها إلى جبهة حام بمديرية المتون. ولمزيد حول هذا الموضوع انضم إلي رئيس المركز الإعلامي لمقاومة الجوف عدنان أو مبخوت عذبان، أهلا وسهلا بك. مرحبا وأهلا. يعني هناك كما نرى تطورات للمعارك في جبهات الجوف و أماكن قريبة منها، حدثنا عن هذه التطورات التي تحدث. نعم، كما تعرف يعرف السادة المشاهدين أن محافظة الجوف تشهد خلال اليومين الماضية أو الثلاث الأيام الماضية معارك شرسة ومتفرقة في أكثر من جبهة. فخلال اليومين الماضية يخوض أبطال الجيش الوطني في المنطقة السادسة العسكرية السادسة معارك شرسة في جبل حام، وبحمد الله تمكنت هذه القوات من إحراز تقدمات ونزع عدد كبير من الغام التي عمدت الميليشيات على زراعتها بشكل عشوائي في أكثر من مكان وأكثر من تجمع. نعم. وأيضا في محيط جهة أخرى شهدت في جبهة طبرين مناوشات متفرقة، وهي محاولات فاشلة تظهرها الميليشيات لإظهار ما تبدى من معنوياتها وقوتها، لكن بصمود الأبطال وشجاعتهم سوف إن شاء الله تتلاشى هذه الفقاعات التي تحاول أن تتناول بها هذه الميليشيات. كانت هناك مشاركة فاعلة لطيران التحالف العربي في تدمير عدد من آليات وتعزيزات للميليشيات خلال اليومين الماضية، وهذا ما تم خلال هذه اليومين. وايضا قام العدو بهذه العمليه استغل الاجواء التغير المناخي الكبيره في شهد المحافظه وانحجاب كامل للرؤيه في محاوله من احراج اي تقدم ميداني، لكن نعم. هناك ابطال كانوا على رتبه عاليه من الاستعداد ويواصلون التقدم الى ما بعد الجوف ان شاء الله. نعم، بالنسبه لمعارك تحرير حام الاستراتيجي، ما اهميه تحرير هذه المنطقة؟ بمعنى آخر، إلى أي مدى يمكن أن تمثل فرصة أفضل للنفاذ إلى حرف سفيان بعمران؟ نعم، تمثل هذه السلسلة الجبلية رغم وعروتها وتضاريسها المختلفة إلا أنها تمثل من ناحية المساحة الأقرب إلى محافظة صعدة إلى مدينة تحار إلى حرف سفيان. هذه سلسلة خالية من السكان واستغلتها ميليشيات منذ أمد بعيد في التخزين والتخندق والتموضع بشكل كبير والتخفي، لكن إن شاء الله الرؤية والخطة العسكرية التي تعتمدها القوات المسلحة في خطتها الاستراتيجية لتحرير المحافظة وما بعدها كفيلة بتجاوز حام وما بعد حام إلى أن تحقق أهدافها المرجوة. نعم، يعني كما نرى أيضا بأن هناك خسائر للميليشيات، خصوصا في قادة الميليشيات هناك خسائر كبيرة في الأرواح وأيضا في العتاد، ما دلالة ذلك برأيك؟ هناك أشبه بعملية انتحار تضحي بها الميليشيات أفرادها في عقلية هستيرية تدفع بعناصر كثيرة من الأفراد يلقوا حتفهم من خلال خروجهم سواء بالطيران التحالف أو من خلال الضربات الموفقة التي حققها أبطال العسكريين. نعم، رئيس المركز الإعلامي للمقاومة في الجوف مبخوت عذبان، شكرا جزيلا لك. هذا، وشنت مقاتلات التحالف العربي غارات جوية استهدفت مواقع وتجمعات للميليشيا الانقلابية في عمران. مصادر ميدانية قالت إن التحالف قصف بست غارات تجمعات ومواقع للميليشيا في مديرية حرف سفيان ولواء العمالقة بعمران، موقعا خسائر في صفوف الانقلابيين وتدمير آليات عسكرية. تخرجت دفعة جديدة من قوات الأمن الخاصة التابعة للبيضاء في مأرب،
وشملت الدفعة تخرج 450 ضابط وصف ضابط وجندي في مجال الدورات القتالية الاحترافية المتعددة. حضر حفل التخرج محافظ البيضاء نائف القيسي الذي أكد أن الدفعة الجديدة من قوات الأمن الخاصة ستتولى مهام حفظ الأمن والاستقرار في المحافظة. هذا وقال مصدر عسكري في مأرب إن معارك عنيفة اندلعت في جبل مرثد ومنطقة المتلقي شمال وغرب مديرية صرواح. وأضاف المصدر أن الجيش يواصل عملية تأمين المواقع التي سيطر عليها نهاية شهر رمضان وتعزيزها بكتائب جديدة، مشيرا إلى أن التحالف العربي استهدف مواقع وتعزيزات للميليشيا موقعا في صفوفها خسائر مادية وبشرية. ولمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلي السكرتير الصحفي لمحافظ مأرب علي الغليسي. أهلا وسهلا بك، حياكم الله. بداية، أين تتركز المعارك وماذا عن طبيعة منطقة صرواح؟ تتركز المعارك حاليا في جبهة الملتقى، وهي المنطقة التي وصل إليها الجيش الوطني في نهاية رمضان، وما زال إلى الآن يسعى الجيش الوطني إلى تثبيت المواقع التي تم تحريرها، بالإضافة إلى أن فرق نزع الألغام تعمل بشكل دؤوب وبشكل متواصل على نزع الألغام، تحديد الأماكن التي قامت الميليشيا بزراعة الألغام فيها. هناك زراعة للألغام بشكل مهول جدا، وضحايا الألغام من المدنيين وأيضا من الفرق الهندسية تجاوزوا خلال هذه المرحلة 14 شخص بين شهيد وجريح. ما زالت الألغام تمثل عائق كبير، بالإضافة إلى التضاريس الصعبة والتي تحتاج إلى شق طرق جديدة في جبهة الملتقى، بالإضافة إلى استحداث طرق للتموين والإمداد لبعض المواقع التي تقع في القمم الجبلية الشاهقة. نعم، كما نرى بأن هناك معارك في جبل مرثد أيضا، ما أهمية هذا الجبل بالنسبة للعمليات القادمة للجيش الوطني؟ جبل مرثد هو واحد من الجبال الشامخة في مأرب، وهو جبل شهير ومعروف بصعوبة التضاريس وبقممه العالية والمتناثرة أيضا. الجبال الصلبة التي من الصعب أن تشد إليها طرق، ومن الصعب أن يستمر فيها أو أن يكون هناك أي استقرار إلا في ظل وجود خطوط آمنة للإمداد والتموين، وهذا ما يعمل عليه الجيش خلال هذه المرحلة. نعم، ماذا عن جبل هيلان؟ يعني ما هي إمكانية نسبة تحريره من قبلكم؟ جبل هيلان هو واحد من الجبال التي تتمترس فيها الميليشيا بشكل كبير، وهناك خنادق تم حفرها، لأن هذا الجبل كان يستخدم لأحجار البناء. نعم، وتم فتح العديد من الخنادق في هذا الجبل من قبل عشرات السنين. هذا الأمر سهل على الميليشيا أن تتمترس في الخنادق المحفورة من أيام البحث عن أحجار البناء، لكن لن يستمر هيلان ولن يستمروا في صرواح ولن يستمروا في صنعاء بإذن الله. نعم، السكرتير الصحفي لمحافظ مأرب علي الغليسي كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك. إلى ذلك، قتل 6 من ميليشيا الحوثي وصالح، واستشهد 1 أفراد الجيش الوطني في جبهات بجبهة مقبنة غربية تعز. مصدر عسكري قال ليمن شباب إن قوات الجيش صدت هجوما للإنقلابيين في جبهة بمنطقة حراز شرقية جبل العويد بمقبنة أسفرت عن مصرع عدد من الإنقلابيين.
أكثر من 30 امرأة وفتاة ما بين قتيل وجريح جراء قنص لميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية خلال 45 يوم بتعز التي تتعرض لحرب عدوانية من قبل الميليشيا للعام الثالث على التوالي. هذا الشعار المعروف الله أكبر الموت لأمريكا، الصرخة والشعار لليهود، لكن جنسية الضحايا وكلهم يمنيون في تعز تكذب ذلك. فهم إما عروسة يمنية كطيبة مهيوب بت رساقها لغم زرعه الإنقلابيون انفجر بها في منطقة الضباب غربي المدينة قبل إتمام فرحة الزفاف بيومين فقط، ولولا الوفاء من خطيبها لكانت فقدته هو الآخر. العرس ثاني العيد كان وانت لغمته ب 27، خلاص رجع أبي قال لهم خلاص شندي لك نص المهر، مرضيش قال ايش تستعقد واستعقد، قال يعني كذا حتى بعد 10 سنين لما يصلحوا لك رج. ضحية أخرى في عمر الزهور هدي المحمود باتت مكتوفة بلا يدين وأرجلها مليئة بالشظايا بفعل قذيفة لميليشيا صالح الحوثي سقطت قرب منزلها بمديرية جبل حبشي. رصدنا في التحالف الإمني رصد انتهاكات حقوق الإنسان خلال شهر ونص تقريبا أكثر من 30 امرأة ما بين قتيل وجريح في مدينة تعز وفي أرياف مدينة تعز منها الشقيب والضباب وغيرها. وفي غرفة مجاورة وفي المستشفى ذاته امرأتان أخريان من منطقة الشقب بصبر انفجر بهما لغمان فأصيبتا كلاهما ليبتر الساق الأيمن لإحديهما والساق الأيسر للأخرى. النساء الفئة الأكثر تضررا من حرب الميليشيا الإنقلابية على المدينة، فالضرر مسهن في أولادهن وفي بيوتهن وفي أجسادهن أيضا، فبئس الجرم وبئس الجريمة. أمين دبوان، يمن شباب، تعز. معنا المحامي والناشط الحقوقي علي الصديق، نرحب بك سيدي. حياك الله، معكم السلام. أكثر من 30 شهيد ومصابة في تعز جراء عمليات قنص الميليشيا للعام الثالث على التوالي، تقوم الميليشيا بذلك على محافظة تعز تحديدا، ما هو تعقيبكم على ذلك؟ أولا أشكركم على استضافتنا في هذا البرنامج الذي سلط الضوء أهلا على هذه الحالات المدنية من النساء والأطفال. نعم. نؤكد لقناتكم أن هناك استهداف ممنهج للنساء والأطفال ولكل ما هو مدني ولا علاقة له بالحرب الدائرة من قبل الحوثيين وقوات صالح في مدينة تعز. هناك إحصائيات دقيقة وموثقة تؤكد حجم تلك الجرائم على هذه الفئات من قبل هذه القوات. فعلى سبيل المثال في شهر يونيو 2017 فقط بلغ عدد ضحايا القنص من النساء 12 ضحية، كلهن استشهدن جراء قنصهن من قبل الحوثيين وقوات صالح. وتلكم الجرائم والحالات موثقة بتقارير طبية وبالصور. نعم. لكن ما الفائدة من هذه التواثيق طالما أن فظائع الميليشيا بتعز لا يوجد بالمقابل تحرك ملائم ومناسب لهذه الجرائم، خاصة أنها جرائم فظيعة بحق أبناء تعز وخصوصا النساء والأطفال؟ برأيك ما أهم أسباب الأسباب التي تتيح للإنقلابيين مثل فعل هذه الجرائم تجاه أبناء تعز؟ أستاذي العزيز، أنا قد بختلف معك. التوثيق عامل مهم. أنا كناشط حقوقي وكمحامي بالنسبة لي التوثيق دليل وقرينة وحجة أستطيع أن أحاجج بها تلك القوات. نعم. هذه الجرائم
استاذ العزيز وفقا لقانون المحكمة الدولية والاتفاقات الدولية أيضا. نعم، ولكن متى سيكون هذا التحرك؟ نعم، متى سيكون هذا التحرك؟ استاذ العزيز، التحرك هذه جرائم لا تسقط بالتقادم. هؤلاء القتلة، هؤلاء المجرمين سيتم ملاحقتهم سواء عاجلا او عاجلا. هذا التوثيق استاذ العزيز نوثق من اجل المستقبل، نوثق من اجل تعويض هذه الضحايا، نوثق من اجل ملاحقة هؤلاء المجرمين. وهناك لكل حالة يعد ملف متكامل بالصورة والتوثيق وكل الأدلة ستجمع وسيتم ملاحقتهم إن عاجلا أو عاجلا. هناك قد أفاجأك يا أستاذ العزيز. نعم. هناك 800 ملف معد، كل هذه الحالات حالات قتل أطفال وقتل النساء، وهذه الحالات جاهزة بملفات ومعدة وممتلئة بالأدلة. فنحن نعد هذه الحالات حتى يتم تهيئة الأجواء، سواء تمت هذه الحرب. نعم. وهذه المعركة بالحشد أو بالتصالح أو بيت، هذا لا يهمنا كحقوقيين ولا يهم شرف الضحايا. ما يهم شرف الضحايا أن لا تهدر حالتهم، ولا تضيع حقوقهم، ولا تذهب جرائمهم سدى بدون ملاحقة وبدون عقاب من ارتكبوا هذه الجرائم. نعم، لكن بالمقابل نرى بأن الأعداد أيضا تتزايد من الضحايا في تعز. ما هو دور الدبلوماسيين التابعين للشرعية التي من المفترض أن تقوم به بمختلف دول العالم، خصوصا موضوع ما يتعلق بالنساء والأطفال في تعز؟ أتفق معك سيد العزيز، هناك تقصير من قبل الدبلوماسيين ومن قبل الحكومة بإحصائيات الحالات وبرفع هذه الحالات وبرفع هذه المظالم وبنقل هذه الجرائم الأخلاقية، هذه الجرائم التي لم ترتكب في تاريخ الإنسانية في هذه المدن. هناك تقصير وهناك لوم وهناك عتب قبل حكومتنا ومن قبل كل المسؤولين والمختصين. وهذه الجهود التي تقوم بهذا التوثيق، هذه الجهود التي تقوم بهذا الرصد، هذه الجهود التي تقوم بإعداد هذه الملفات، هي جهود من قبل منظمات مدنية ومن قبل شباب فرغوا أنفسهم لرصد هذه الحالات. ولنا عتب، وأتفق معك بأن الحكومة مقصرة. نعم. وبأن كل المنظمات مقصرة، لكن هذا لا يعني أن تترك هذه الحالات، ولا يعني أن لا نوثق مثال للجرائم. وثق بأن حق الضحايا لن يهدر أجلا أو عاجلا. بإذن الله. المحامي والناشط الحقوقي علي الصديق، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك. هذا وأصيب مواطن سعودي بسقوط مقذوف أطلقته ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح الانقلابية من داخل الأراضي اليمنية باتجاه محافظة العارضة الحدودية مع اليمن. وقال المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان المقدم يحيى القحطاني أن المقذوف ألحق ضررا بسيارتين، وأن الجهات المعنية باشرت بنقل المصاب إلى المستشفى. لقي مسلح مصرعه بانفجار قنبلة يدوية خلال عملية مطاردة من قبل قوات الأمن في لحج. مصدر أمني قال إن قوات الحزام الأمني طاردت مسلحين اثنين في منطقة عسكرية بمديرية يافع، حيث ألقى أحدهما قنبلة يدوية أدت إلى مقتله وإصابة جندي بجروح خطيرة. وأشار المصدر إلى أن المسلح الثاني تمكن من الفرار، حيث كان ينوي تفجير نفسه في منطقة أمنية. كشف وزير الصحة الدكتور ناصر بعوم عن خطة سريعة للحد من انتشار وباء الكوليرا والإسهالات المائية الحادة في العاصمة المؤقتة عدن، وأوضح أن خطة الاستجابة ستساهم في التخفيف التدريجي من انتشار الوباء في مختلف المناطق بعدن، في الوقت الذي أعلنت الصحة العالمية ارتفاع وفيات الكوليرا في 21 محافظة يمنية إلى 1713 حالة وفاة، في حين بلغ عدد حالات الإصابة منذ أواخر أبريل الماضي إلى أكثر من 388 حالة.
أعلن وزير الإدارة المحلية عبد الرقيب فتح أن الحكومة ستبدأ خلال الأيام القليلة المقبلة تنفيذ مشاريع في عدن متعلقة بمواجهة الكوليرا. وأشار الوزير فتح خلال مشاركته في اللقاء التخطيطي الذي عقد في عدن لمناقشة التدخلات في مجال المياه والإصلاح البيئي للحد من سيران فاشية الإسهالات المائية الحادة في المناطق الساخنة بمديرية المحافظة. يمتلك المحافظ الجديد لمحافظة الشبوة كما يقال خبرة طويلة اكتسبها من عمله وكيل للمحافظة لسنوات طويلة، وهو ينتمي لكبرى قبائل مديرية عسيلان وله خلفية عسكرية، وهي عوامل قد تمكنه من حسم كثير من الملفات الشائكة. في كل مرة اعتاد الشيخ علي بن راشد الحارثي أن يدخل الإدارة المحلية في محافظة شبوة باعتباره وكيلا للمحافظة، أما اليوم فيدخلها محافظا لا وكيلا في ظل مرحلة مفصلية وحساسة من تاريخ المحافظة. وفي السابق لم يكن الحارثي بعيدا عن السلطة أو بمنأى عن أروقة الحكم، فطيلة الفترة الماضية شغل الشيخ علي منصب وكيل المحافظة لعشرات السنوات، وكان على مرمى حجر من السلطة عندما قام بأعمال المحافظ الراحل فريش النسي أثناء مرضه. ويعرف المقربون من المحافظ الجديد والعاملون معه حزمه في الإدارة وحسم الأمور، وربما يكون ورث ذلك من خلفيته العسكرية إذ لا زال يحمل رتبة عميد في الجيش. ويعد الحارثي سليل قبيلة بلحارث كبرى قبائل مديرية عسيلان الواقعة شمالي محافظة شبوة. وفي الفترة الأخيرة ظهر المحافظ الحارثي يتلو بيان الفعالية التي قادها اللواء النوبة وأيدت الرئيس هادي وشرعيته، وعارضت المجلس الانتقالي الجنوبي واعتبرته متعارضا مع توجهات الحكومة الشرعية في البلاد. عدنان المنصوري لقناة يمن شباب من محافظة شبوة. صادر عن فعاليات الحشد الجماهيري الميد للشرعية الرئيس هادي ودول التحالف محافظة شبوة الثلاثاء 16 مايو 2017. استأنفت مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية بتعز أعمالها من جديد بعد توقف دام لأكثر من عامين، وتأتي هذه الخطوة وفقا لتوجيهات الحكومة الشرعية بتطبيع الأوضاع في المناطق المحررة وتفعيل دور المكاتب التنفيذية والخدمية في المحافظة. لمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلي مدير عام فرع مصلحة الجوازات بتعز الدكتور منصور طه. أهلا وسهلا بك. حياك الله أخي. نرى بأن هناك تدشين لمصلحة الجوازات والهجرة في تعز دام انقطاع هذه الخدمة منذ أكثر من عامين، ما أهمية عودة مصلحة الهجرة والجوازات لاستئناف عملها في تعز؟ أهميتها تكمن أن استئناف عمل الجوازات في فرع المصلحة في تعز انتصار كبير للشرعية بدخول بإصدار الوثيقة اللي يعتبر جواز سيادي من المنطقة المحررة في محافظة تعز، وبالتالي تعتبر تعز اليوم إصدار الجوازات من تعز تعبر انتصار كبير للشرعية وللحكومة وللتحالف. نعم، كيف تم العمل على إعادة فتح الفرع وما هي طبيعة الارتباط بفرع عدن؟ والله العمل بدأ بموجب توجيهات الحكومة وبموجب توجيهات الأخ رئيس اللجنة العليا للجوازات الأستاذ عبد الملك المخلافي واللواء محمد عبد القادر الرملي رئيس المصلحة، الذي تعاونوا معنا كثيرا وحاولوا تذليل كل العقبات في إرسال الأجهزة. والآن وبدأنا من بداية شهر واحد ونحن نعمل على ترميم الفرع وتجهيزه، لأنه كان شبكة الكهرباء مقطعة تماما، المبنى أكثر الشبابيك مدمرة، الأبواب كل شيء مدمر. أعدنا ترتيب الفرع من جديد من بداية شهر واحد إلى اليوم. نعم. حتى نحن وصلنا أنه الآن في الفترة المؤقتة هذه بدأنا نعمل على تخفيف العبء على المواطنين، بدل أن يتكلف الانتقال للمحافظة عدن أو إلى مارب، أو لأنه بعد المرحلة بعد تم إلغاء الجوازات الصادرة من الإنقلابيين التي هي تعتبر مخالفة للمواصفات العالمية للجواز. نعم.
اتجه الناس بشكل اكبر الى عدن وشكل ضغط على محافظه عدن، وبالتالي اضطر الحكومه على العمل على اعاده فتح فرع سعد حتى يخفف العبء عن فرع عدن. نعم، ما تقديركم اليوم باول يوم اليوم نستقبل 20 معامله؟ نعم، الناس على اساس ان احنا سيتم العمل اسوه بفرع شبوه كفتره مؤقته حتى نقيس الاوضاع الامنيه ومن ثم استكمال تركيب الاجهزه وتشغيلها وافتر الجواز. نعم، بالنسبة لمكتب إصدار البطاقات أو بطاقات الهوية داخل المنطقة المحررة بتعز، هل من المعيب أن اليوم أنه إلى الآن الجواز إصدار البطائق داخل محافظة سعد؟ نعم، نتحدث عن الإيرادات، هل ما زالت تقدم إلى الانقلابيين بصنعاء؟ بالفعل نعم، وهذا ما نعيبه وما نسعى ونتمنى من الحكومة الشرعية أن تلتفت النظر وأن تعمل على إصدار البطائق الشخصية من عدن بحيث أنه يكون المركز الرئيسي في عدن بدلا من صنعاء. نعم، والأحوال المدنية هي مهمة أيضا لا تقل أهمية عن الجوازات. نعم، مدير عام فرع مصلحة الجوازات بتعز المقدم منصور طه دحان، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا لك. إلى ذلك، بدأت امتحانات القبول للعام الدراسي 2018-2017 بجامعة تعز كأول جامعة يمنية بدأت بإجراء استقبال الطلاب الجدد رغم ظروف الحرب والحصار التي تمر بها المدينة. جامعة تعز رغم الظروف التي تمر بها تعز وانقطاع طبعا اللي هي المدينة عن ضواحيها، إلا أنه بحمد الله الجامعة الوحيدة التي التزمت بالجدول المعلن للطلبة وتم استقبالهم بحسب الموعد وتم فتح مركزين، طبعا مركز داخل المدينة للمتواجدين داخل المدينة والمركز الآخر في الحوبان، طبعا سيلي كلية الطب، كلية الهندسة، ثم بعد ذلك كلية العلوم الإدارية، ثم بعد ذلك كلية العلوم التطبيقية، ثم بعد ذلك كلية التربية، وبحسب الجدول المعلن اللي إلى إب، حيث أن أسوأ جزاء تتلقاه محافظة إب حتى يومنا يتشكل في انتهاكات جسيمة ترتكبها ميليشيا الحوثيين رغم الإسهام الكبير لقيادات المحافظة في تسليم مقاليدها للمتمردين الانقلابيين منذ بدء انقلابهم في سبتمبر من العام 2014. اختارت قيادات محافظة إب المعروفة بولائها للمخلوع صالح تسليم مفاتيح المحافظة للميليشيات الانقلابية عشية تدبير الانقلاب بين المخلوع والإماميين الجدد. حدث ذلك في شهر سبتمبر عام 2014. كثيرون تصوروا أن إب تجنبت النتائج الكارثية للحرب وأنها اختارت السلام بصرف النظر عن اغتصاب الحكم من قبل ميليشيات طائفية متمردة، لكن سرعان ما تبددت أماني قيادات السلطة المحلية في محافظة إب التي سوقتها للناس، ووجد مسؤولي السلطة المحلية أنفسهم بمرور الأيام تابعين للمسلحين الحوثيين دون أي شراكة مزعومة في القرار، ولا يسمح لهم بأي دفاع عن مواطنيهم في مواجهة انتهاكات الميليشيات. وقد شهدت المحافظة 95 جريمة وانتهاكا جسيما لحقوق الإنسان خلال شهر يونيو المنصرم، معظمها على أيدي المسلحين الحوثيين. تصدرت القائمة جرائم القتل والشروع بالقتل، حيث سجلت 37 جريمة، تلتها 21 جريمة اختطاف وخمس حالات انتحار من بينها امرأة وطفلتين، أغلبها بسبب تردي الوضع المعيشي في ظل انعدام المرتبات، إضافة لجرائم اعتداءات ونهب وسطو مسلح ومداهمات واقتحام لمنازل ومؤسسات. أرقام متوالية للانتهاكات ترصدها فرق حقوقية وناشطون، ويجري تتبعها وإعلانها شهريا، غير أن مأساة معيشة محافظة إب في ظل هيمنة وغطرسة ميليشيا الحوثي تبدو أكثر صعوبة مما تحتويه الإحصائيات. فالميليشيا منذ أن وضعت قدمها في المحافظة قامت باغتيال أمنها معنويا، فبات أبناء إب وسكانها وتجارها وقياداتها أشبه بالأسرى ومعرضين في أي وقت للانتهاكات الجسيمة والبطش على أيدي الحوثيين ومشرفيهم. قالت مصادر محلية أن ميليشيا الحوثي وصالح اختطفت مستشار محافظ محافظة البيضاء مقبل أحمد العباهي من أحد شوارع العاصمة صنعاء، وأضافت أن مسلحين حوثيين أوقفوا العباهي المنتمي لمدينة رداع أثناء عودته إلى منزله واقتادوه إلى جهة مجهولة. نهاية النشر، هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها.
بتكليف من الرئيس هادي قيادات عسكرية عليا من المنطقة الرابعة تزور معسكرات في عدن للاطلاع على جاهزيتها القتالية. غارات للتحالف العربي على مواقع للميليشيا الانقلابية في صعدة والجوف مأرب، والفرق الهندسية تواصل نزع الألغام في ميدي. تدشين العمل بفرع مصلحة الهجرة والجوازات بتعز بعد توقفه لأكثر من عامين. وصلنا إلى الختام، في الساعات القادمة نلقاكم في أمان. ليصلك كل جديد، قم بالاشتراك في قناة راديو وتلفزيون يمن شباب على موقع يوتيوب واضغط الجرس ليصلك الإشعار.